وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، من الواضح أن الله تعالى يعتبر أن ظهور الفساد في الأرض وتفشيه في كافة جوانب الحياة العصرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية ليضغى على كل شيء، كما عبر الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عبر في البر والبحر، إنما هو بفعل الإنسان وطغيانه وابتعاده عن سبيل الهدى وظلمه لنفسه وللآخرين كما أن الله أوضح تماما أن ذلك يجعل الإنسان يدرك تماما أن لا سبيل إلى الحياة الكريمة الهانئة إلا في ربوع الإيمان وطاعة الله، فيرجع عن غيه وفساده. ولظهور الفساد أسباب، منها عدم التكافل الاجتماعي. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالفساد يعشعش في المجتمعات التي لا تولي الشأن العام أي أهمية وتعتني بكل ما هو فردي وخاص، مما يفقد المجتمع أي شكل من أشكال الترابط والتلاحم، فيسهل التسلل إلى عمقه والقضاء عليه. والثاني من أسباب الفساد اتباع الهوى. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، أي إن الإنسان ما لم يكبح جماح شهواته وغرائزه كالأنانية والجشع والطمع وحب التسلط وغيرها، ويضع حدا لنزواته وميوله النفسية الطائشة، فإن النفس تجمح بالإنسان وتقوده إلى الفساد الذي يطغى على السماوات والأرض. الثالث من أسباب الفساد سياسة الظالمين. قال تعالى حاكيا عن فرعون: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال أيضا: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فسياسة الظالمين قائمة على تبديل المعايير في الحياة، فالعزيز عندهم هم المقربون إليهم، وحاشيتهم والحامون لضلالاتهم وانحرافاتهم حتى وإن كانوا أذلة. وأعزة الناس الذين هم أهل الصلاح والكلمة الجريئة والرأي الحر يعترضون طريقهم ويجعلونهم أذلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحين خطبتنا كسب سنتها الفساد في الأرض، تفسير قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شرح آيات إلهي ووحو عدي سيدين أركينه بدي يبر بأن بلاي يصب حري عالم كعب شذي سناي بضت إنكارها يآفات كالسعرية يربك مدني آدم كولي يمدك لأو الله كسل لذيبا. وحن ربنا وعدي سبحانه فساد كآيات أو كشاقي إنه سبب لي أما دبكا دعي يبلايون كيس ويدارنا يا إنه دب لي إنه يهي مت سبب لي سبب تي سنة أيتهاي وحيدتكو جيستين. وحا حسيد مضان قرآن كينا كريم كاهي وحي لهي ونوغو سودة تشيي سيو وناتي يدل يدد يدو يبا استاذ راد يدو حيابوه آدو قد ديقو حكمي ده شيء الله يقال نفساتك رب اسنما ده خراب انت داد كل لقفو قاية وحي وناكسن استاذ راد يدو كنتو مي آيادود ايو كسو أروري أريقا فسادة مربا سيو لهاي وقو الرمضة وحا ايقيد قارو باهن آيادها انت بضن وحال الله سعود الله فذيقا الأرض رولك فساد مركو إلى هاي الشيء رولك الراعين يا تاسو معنى هذو يا هاي ليبك أوي مركو يمادو دلك كدعا يا دلك هاتو كدعا أباره يا آفاتك يا عذرهدي يا عدوي وحاصل مركو يمادان رولك ممر نادت كيسم كدعا يا إلى اللح معنو قرآن كأسو أرارا لفظ قال فساد القرآن كون نقدر جنايو أو نبرايو يظل لي نقدر جنايو مروح النقطة معاصي مرحلة كبر النقطة مر القحط والقلة الأمطار أبارون النقطة سد آيات إنه أخرين علماء كفسرين مر دلك النقطة مروح النقطة وحلا يقانه ظلم جاي يشور كي حق ترى هذا مر كلوح القرآن كتل ما بين وياه سحرك فساد كاي سجا أما بلاي ذلك كل عضي عبشدة ذي بذتي سبب ليه كان أن كأجن واقعين ما كم وغدا طلب سببها سببها وحين وش جينا طلب سببها كان هي بلاي ذا العضي أي إنه كعبنا إنه مشران النجا عامية خاص بق سببها وحكم ذا الفساد الفكري ضدك فكر كذا يفهم كذا يعقيد ذوق اللعات ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين أيضاً نسوق هذا لفظ الإفساد بكو ذا شره إلهي وأجي كإلهي الرمي إيمانك وكرنا بها إيا كيسي ليلي إلهي وكلا يقانا كمفسد كأهي وحقرب إيا بلا إيمانك فكر كيسي يفهم كيسي عقيدة ذي سوائق اللعاتي يكو هكاك سيئة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إلهي بأوحو العدالة ده الله يلالي إلهي اسكقم مدق ما يمد مؤمنا يمد قالا مد متقيو إلهي كعب سنة يمد فاجره ألا كفوق هذا لبدا سيأكتين إيهي سنمي ما أنت نوحى بلغة يا أبا عالم كان إنه كنا الله إن قفك أود له أمانة له هوس الله ديغو كخائن كالضعيف كان كر لو قاضو سوق حامي قاه هدا سعونايا ايا كاس وادي اركيو دناها مامول دولد هوغامين وحل ليا كرير هبل و خصو دحينيا حرفدا اه رغس كسو دبكو او كدولايو كهلغي سادراديد با ددكي waxay ka cabanayaan waxa la wixii danihi guud iyo caamki oo dhamin uu kharaabay dadkeediba looma xulin waxa kamida عدم التكافل الاجتماعي فسادك وحيابها كيرا بلشاد او انس حلقه ادنو
aan isku tiirsanayn ama istabaabushaynaynin laakiin suxulka isku wada riixay isku riixaysa ama si kale haddii loo dhigo intooda wanaagsan aan la taageeraynin inta ducaafada aan la taageeraynin laakiin saa horeba aynu soo xusnay inta liidataa un ay hore u socoto alla wuxuu uhi walowlaa dafcu llahi innaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilard haddii dadka wanaagsan intay awoodda yeeshaan kuwan kale aanay joojin karayn dhulku u fasaadaya waxaa ka mid a sababaha itibaacu lhawa dadka inaan sharci hogaamin rabitaankooda hogaamiyo mar haddii dadku waxay jeclaystaan qof waliba qabiilo waliba koox waliba maamul waliba wuxuu jeclaysta unuu wadayo ama diinta ha ka hor yimaada ama wuxuu doonaya ha jiree dal iyo dadba way kharaabayaan walow itabaca alxaqu ahwaahum lafasadat isamaawaatu waalard siday doonayaan haddii la raaci lahaa dalkiiyo dadkuba uu kharaabi lahaa buu lahay waxaa ka mid a siyaasatu aalimiin dadka had iyo jeer aan cadaaladda lahayn xadgudbaya in hogaamintu ay gacanta u gasho markaa waxaa dhici doonaa in arrimaha la dabarogo oo wixii wanaagsanaana uu noqdo wax xun oo badownimo ah oo dib socodnimo ah waxa macsiyada ahe dembigiina uu noqdo ilbaxnimo iyo horumar ilaahay baa wuxuu uhi ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilatan wakadalika yafcaluun dadka xun markay gacanta hogaaminta ku dhigaan waxbay kharaabiyaan dadka wanaagsanna hoos bay u dhigaan way dullaystaan dadka liitana kor bay u qaadaan waxaa ka mid a alibticaadu can ishariica shareecaddeenna samxada ahee wanaagsan ku dhaqankeeda markay dadku diinta ka durkaan waxaa imanaya waxay ka cabanayaan iyo fasaadka dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr fi lbari waalbaxr fasaadka dhibkaa muuqday ee dadku ay arkayaan alibticaadu can sharci illaah ilaahay sharcigiisoo laga fogaado qur-aanku saasuu ku tilmaamay alla wuxuu yihi ilaa tafcaluuhu takun fi lardi fitnatun wa fasaadun kabiir fii suurati alanfaal haddii waxaa aan idin faray aa yeeli weydaan baa ilaahay wuhi dhulkaad joogtaan waxaa ka dhici doona fitnooyin iyo fasaad ballaadhan oo markaa qof waliba halkiisa ku dawakhi doono ku wareeri doono fa in tawallow fa ina allaha caliimun bilmufsidiin hadday ilaahay iyo diintiisa kasii jeedsadaan buu rabbi yidhi ilaahay wuxuu ogsoon yahay ka mufsidka ah ee dal iyo dadba kharibaya nusuusta aynu akhriyayno waa sida inoogu sharxayso fasaadka sababaha keenaya waxaa ka mid a shayga loo yaqaano alfasaadu alijtimaaci bulshadii oo dhexdoodii fasaadkii u degdego oo dadku aanay diyaar u ahayn inay waxan iska dulqaadaan oo ay waxba isbeddel sameeyaan oo inay ooyaan uun mooyaane aan isbeddelba jirin waxaa la yidhaha walbukaaw adaatu man laa qudrata lahu qofkaan itaal lahayn ayaa arrimihiisa baroor ku xalliya iyo oohin walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha wadcuuhu khawfan wa damacan ilaahay wuxuu leeyahy dalka hagaajiya oo ha kharibina ilaahayna baraya idinkoo ka cabsanaya dadka caamaha loola hadlaya sidaa daraaddeed baa fasaadkaasi dhinacyo badan uu ka soo geli karaa waxaa ka mid a sidaa horaba aynuu soo xusnay waxaa loo yaqaano shacwadada oo dadka caqligooda lagu duulo hadday balwo tahay hadday tahay sixirka iyo khuraafaadka adiga arkayo iminka dadku way qaylinayaan meel walba waxa magaalo beryahan dambe waxaa laga cabanaya caruurtii oo la qaadanayo sixir baa afka loo saaray ilmihii yaraa isagoo ordayuun buu yimi irbad baa laga taagay maxaa jawaab looga keeni waayo hay-adaha khuseeya waxay ahayd inay yidhaahdaan waxani ma jiro oo waa been oo sidaa iyo saa iyo saasaa daliilu ah iyo wuu jiraayo ciddaasaa sababu ah laakiin in la aamusaa waxay keenaysaa de macno darro waa la cabanayaa meel walba uu adiga arkaya iclaamkii maalin walba uu soo yeedhayo dadkan marka la qaato maxaa ma cudur baa lagu taagay oo lagu tallaalay miyaa la sirxay miyaa laga sinaystay inantan la kaxaystay dee jawaabba ma hayno dadku maxay ka joogaan meesha haddii arrimihii ijtimaaciga ah khalkhalkaasi u galay alfasaadu alakhlaaqi baa keena waxaanin haysta alfasaadu alakhlaaq akhlaaqda dadka oo dhimata oo wixii macruufka ahaa ee wanaagsanaa dadka ilaahay agtiisa iyo diinta uu noqdo wax sidaa horeba aynu soo xusnay aan la tixgelinaynin oo qiimo lahayn wixii xumaana uu noqdo wax casiis ah oo qaaliya adiga iclaamka markaad eegto iyo agabka lagu wada xidhiidho da'yartu ha u badnaatee
wax alla wixii foosha xumaaba la xayisiinaya. Marka dadka la yidhaahdo ka daayana waxaad arkaysaa in qofka yidhaah ka daaya lala yaabayo. Alla wuxuu yidhi waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaaluu innamaa naxnu muslixuun. Marka la yidhaah dadkaa dhulbi iska ah ha kharibina dalkiiyo dalad, waxay leeyihin waxbaabaanu hagaajinayn. Sidaasaabaa adduunyada ilbaxday lagu dayanayaao lagu horumaraya. Isqaawintii waxaad arkaysaa waxaynu naqaanay hebel u araday, hebel bal daa yarteena hebel u araday ha la aratiro oo dhar wanaagsan ha loo geliyo. Waxaad arkaysaa inan ama inan ku xaragoonaya surwaal jeexjeexan, mara jeexjeexan ayaa lagu waa kii la tuuri jiray hunka ahaa ayaa maanta moodo la xidho oo lagu faanaa jilbaha iyo barida iyo meelaasu ka dildilaacsan yahay. Markaad waxaad odhanaysaa talow reerkooda miyuu waayay mara u gashado, waaba ta u qaalisanba maradan jeexjeexani, maradan dabadu ay ka dhacaysa inanka inantu tana isku dhajisay akhlaaqi meeday. فساد الفساد الاقتصاد نوا كم إذا الفساد الاقتصادي الدنيا ذي علف كودي عنا ذي واحد دقنا يعني يدد كانوا قلوا عضه دين تو كتر إلهي ما يحرو ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أرجع مفسدين ما نصوص تكو ذا كنا تد كوي حوا ذا كتر المينا رول كناها خربينا إذن كبابينا يا يا إلهي ولاي مرك هذه تد كو حرمات كودي حقوق ذي التصرف كودي مامل كودي سود دوري وياه أكيد دنا عامة هي مسؤولية ومدار هاي استا أو هالقفة أو هذا أيام هنون بعد هاي استا هاي كبرها كسب كوك جرسي ككدن بين أو هذا كي هربا أو العين أدوكنا إنت عين لقود حولها قف كنا كدين تقادنا يانا ويرادو هذا مرة دات فرصة كه شهاب كسر عن هذا لون بعد بين توجدي خيامة دي قشكي ربدي لاروشكي وذي قار كي ربدي يدنا مركل لقى هذا للسوء تاجينه la soo taagay shishaayaa ka dambeeya dad buu ka dhaxadlayaa kol baqiil baa la sameynayaa waa commission baa la leeyay ribaduna fasaad noocaasoo iqtisaadiya ayaa galay tijaaradii hogaamintii dhaqaalihii markaana waxa dhacaya waxa aynu arkayna laga qaylinay fasaadka noocaasa ee noocyada faraha badan caqiib leeya ama cidhib xumo ilaahay baa ka warrama cidhib xumad uu leeyahay qur-aanka kaga ku xusay الدنيا دي آخرة با. الله وحول ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. دتك عايز كده يدل كينا هجاتين وانا الدين كه هجاتين. رول دلك يدت كسي كلا لجوم هجاتين كرا يدنيا ده دين وبلجو هجاتين كرا. مرك لكن لا يراه ده دين تا حتى عصر قال لما تشعل. الدت كو إن جد إنه كهدي الدين وحلا وح هجاجي يا مشرو. دلكنا ما هجاجيو. سياسة ما هجاجيو. نقالوه ما هجاجيو. أبد كنا ما هجاجيو. مركا إلهي وحول سبحانه سقط تاك ورمايا إلهي قف مفسدة ما تعلى يدلك هذا تورا إلهي هدانوش عدا تعلينا وعراض على الله لقد حلا إبطال المفاعيل الفساد قفك مفسد كاوحيسو لما سير راقو إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن بضن بين أرقنا التاريخ ذا dad badan oo mufsidiin aha oo dalama aha oo dadka xoolahooda dunyadooda ku xadgud bijiray oo ama kibray oo ilaahay araxda ka jabiyo oo u dhifan dur kayfa kana caaqibatul mufsidiin. Wal waxaad eegtaa dadka cidhi xumada sameeyay, dadka fasaadka sameeyay cidhi xumadooda. Caaqibatu suwi fil aakhira, aakhirana janna ma helayaan waxa loo socday loo ordayaana waa janno. Allah wuxuu yidhi tilka daarul aakhira نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جنة قيمها بضم كل هاي روحا ودياري كوان دونين دلك يددك إني كو كبرا فساد ندونين إني وحخربان عربت وناكسن ندتك إلهي كعصدي بالي فساد كايساقا حل كي سواين دتك إلهي إلهي حسوستان إلهي كسي جسداني حسوستان آخرنا حسوستان وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلى هاي سقط الماما يا أسس العلاج الفساد سيدا اللي قد داوين كره وحو حصي إن إلهي الحصوص آخرنا الحصوص وقف بأقاده وحكستو السماية إنه إلهي ودل قادنا يكو إيجي وشرم مال وكم من قادن دونه كسا إلهي وحول آخر الرجاية كعب صدع ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مركا فساد كي انتو لهي كدقي أيو آخرنا ددك حسوسية إذن التذكر بالآخرة آخرين لحسوسته أيا ترالها نكو إيمان كرا ترال الآن بعد عضي مركا بلا هذا نتما ضغف كا ترالا وحكو يالان كرا دلك إيا ددك إيا النفتي سبو تري كرا إنو آخرة حسوسية وإلهي حسوسية
ولإيقاظ الضمير الأخلاقي سيوصل نغض الضمير كي يا أخلاق دي وناكسني والتسد المجتمع تتكون مصلحين تينين يسطور صلانو تتك مفسدين تاونا حرق الله سيدينين إسكاس شدانا إلى هذا وحن لبكاس لبكا هلا تشوتشيو إسكاس تشوتشيان قول إيا فعل إيا قلب إنت بس راعيا أرمها صارون تي مدي إيجابي يا مدي سلبي يا سكوتش لا تسد جاس وحين تتك لجوانيو لجوعي قليو إلا الديدان يا هاي الله موتشيو علي محمد صلى الله موتشيو يا إن عقابي شرتو تسدى إلى هاي بقرآن كوكو رمي ولكم في القصاص حياة يا أولي للباب عقوباتك مجرمين تلمريني أي إلى هؤلاء النلال باكو شرت مركاتاني تتك باب دونين النلال دونيان وين أي وشراء عقوباتك هي الشرعية ولا هو وعنا يبرارتشينينا وحينا هايستاين وكعبنا إنه السبب بدن لي هاي ومركا ديب النغضاء إنه وضع نحفر لنا السببها سيدو دون إنه إنه تعالى إلهي وحو نقدر القادة يا ربك وفضل يسو نقدر القادة كرا إنه حريس دي سمر والبطاسة إنه كنا الله هاي لكن سببها مركا لسوليو أي نقدر القادة يا ربك سيدو لهاي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب والأحوال ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث وأنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.